هذه الساعة لم نناقش الموضوع. نحن في طور عرض هذه وسائل الإثبات والاستماع للأظناء، لأن هذه المرحلة هذه ما كانتش واحد حاضر فيها، لأنه لا أمام الشرطة القضائية الفرقة الوطنية أو أمام السيد قاضي التحقيق كيكون كل دفاع يحضر مع موكله فقط، أو في إطار المسطرة التواجهية اللي كتكون مواجهة مع مشابه في آخر كيحضر مع طرف الدفاع دياله. إنما في هذه الجلسة بحكم العلنية وبحكم أننا لأول مرة نحضر مع أشخاصين أو أظنائين أو مشابهين فيهم، لم نكن حاضرين معهم في أي مرحلة من المراحل، لا البحث ولا التحقيق. فهذه المرحلة هذه هي اللي كنكونوا تحنا معهم كنسامعوا لهم أمام الهيئة ومع الهيئة، وكنحاولوا نعرفوا تحنا شنو هي وسائل الإثبات التي جعلتهم في حالة اعتقال، وشنو هي الأمور اللي غادي نناقشوها، واللي من بعد غادي تكون عندنا حنا قناعه كهيئه قضائيه وكدفاع لمناقشه الموضوع من حيث عناصره التكوينيه في الاحاله التي سطرها السيد قاضي التحقيق، متابعه في عناصر التكوينيه في الفعل الجرمي، ومن حيث الافعال اللي هما كيصرحوا بها دابا واللي هما كيحكيوها بتفاصيلها، هل تعتبر افعالا جرميه يعاقب عليها القانون الجنائي ام لا؟ اللي كاين هو انه في مرحله التحقيق في مرحله التحقيق او في قرار الاحاله للسيد قاضي التحقيق كاين عندنا شهاده متهم على متهم، يعني كاينين هاد الناس هادو قدموا واحد المعطيات وكانوا صرحوا بواحد الامور لشنو العلاقه اللي كتربطهم مع بعضهم، لانهم هما كلهم يمثلون واحد رؤساء ديال واحد المصالح داخل مستشفى معين داخل مصحه ديال التازي، وكل واحد عنده واحد المهمه وكل واحد عنده على حسب التكوين ديالو على حسب الاختصاص ديالو داخل تلك المصحه. بالتالي في مرحله ديال التحقيق كان كل واحد كيجبد الاخر على حسب المهمه اللي عنده. نيجينا هنايا امام الجلسه ولات عندنا الامكانيه والمكنه من اننا نستمعوا امام الهيئه القضائيه لكل طرف في صفته وشخصه واسمه وعلاقته بالمصحه والخدمات التي يقدمها داخل المصحه والاشغال التي يقدمها داخل المصحه، ثم علاقته بشخص اللي هي محور هذا الملف واللي كانت كتاخذ المساعدات الماليه عن طريق تطبيق ديال تروكالر، وكتاخذ واحد الارقام معينه ديال الناس هما ميسورين واللي كتعرف بانهم كيقدموا مساعدات ماليه. فلحد الساعه كيبان بانه كاين حسن نيه في التعاطي والتعامل مع هذا الملف، لانه يطغى عليه الجانب الاجتماعي والانساني اكثر من الجانب القانوني، لان فيما كتشوف زعما حتى هذيك المحادثات اللي كانت ولا كذا ما كتستخلصش منها، كاينه واحد الافعاليه معينه ولكن كتبان لك الخلاصه ديالها بانه واحد المساعدات الماليه كانت تقدم واحد الشخص معين بناء على التقاط واحد الصوره معينه ديال واحد راضي معين، ولكن هذيك المساعدات بما ان هذاك الراضي استوفى جميع المساعدات واستوفى العلاج ديالو ولا تقدم لاشخاص اخرين. فهذا هو اللي السوء اللي كان، ولكن ما كيتخدش بواحد سوء نيه اللي هو كبير، لانه ما كانوش كياخذوا هذه الفلوس هادو ما كانوش كيديروها في جيبهم وما كانش كتدخل الجيوب ديال الاشخاص، ولكن ديزوبيراسيون وحدين اخرين ديال الاطفال وحدين اخرين او ديال الناس وحدين اخرين او ديال الناس اللي ما عندهمش المكنه والامكانيه انهم يتلقاو العلاج ديالهم بهذيك المبالغ اللي ممكن خاصها توفر عنده، لان كنتكلموا على مصحه وكتحتاج واحد النوع من السيوله ماليه، فكانوا كيقدموا هذه المساعده ما كانش كتقدم لفلان ولكن كتقدم لعلان. بالتالي كيقول لك هنايا الجانب الاجتماعي والانساني حاضر اكثر منه قانوني، لان لحد الساعه رغم هذه الاستماعات كامله ورغم هذه التصريحات كامله ورغم هذه الوسائل زعما ديال الاتصالات التي توقيطات عن بعد اللي كانت المكالمه الهاتفيه ما بين الاشخاص وكذا، انا شخصيا ما كيتبانش ليا فيها ما هو فعل جرمي اكثر منه فعل انساني، ما دام كما كنقولوا بان راه ما عندناش مطالبين بالحق المدني، بمعنى ما كنتكلموش ما عندناش ضحايا، ما عندناش ناس اللي تقدمت بشكايات، ما عندناش ناس اللي كنقولوا بانه التقطت صورهم وجاو تقدموا بشكايه بانه تم اخذ صورهم بدون علمهم وبدون موافقتهم مما يشكل جنحه، ما عندناش ناس اللي جايه كطالب هنايا تعويضات وكتقول لك انا عطيت واحد الفلوس على اساس يدوى بها فلان ولكن ما دواش بها ودوى بها شي واحد اخر ولكن غتردوها ليا، لا، الناس كاملين اللي قدموا مساعدات اعتبروا انفسهم بانهم محسنين وبانه ما قدموه لشخص ما دام انه تم استغلاله لمداواه شخص اخر، فهي تبقى في دائره احسان. الناس اللي تلقاو العلاج ديالهم رغم اخذ الصور ديالهم كيقول لك بان تلقينا العلاج في الوقت اللي ما كانش عندنا الامكانيه ديال ان شي واحد انه ياخذنا داخل المصحه وداخل المستشفى بدون ضمانات، فكانوا هاد الناس هادو خداونا بدون ضمانات، وكنا تلقينا العلاج ديالنا في واحد الفتره اللي كانت متازمه بالنسبه لنا وما غتقدموش بشكايه لا في مواجهه المصحه ولا مواجهه الاشخاص. لحد الساعه باقي النقاش يلا فتنا ما هو دفوع شكليه،
ويلاه وصلنا للاستماع لهاد الناس في جلسات علنية كيكونوا حدا بعضياتهم، كل واحد كيستمع الآخر، كل واحد يتم مواجهته بتصريحاته أمام الشرطة القضائية وأمام السيد قاضي التحقيق، يتم عرض الوسائل الاتصال التي تم التقاطها عن بعد، وتستمع المحكمة لأجوبتهم وجوابهم ويتم تضمينها إلى حين اعتبار ملف جاهز للمرافعة بعد إتمام مناقشة مع جميع المشابه فيها. واحد السؤال المصريحتان يعني صراحة أنهما كانا يتلقيان زعما الأوامر من مدير المصحة اللي هو عبد الرزاق التازي، وأن لا علاقة لحسن التازي بهذا الشيء كله. لماذا غير باش نتكلموا ماشي كتبرا باش شوف دابا هنايا ما كاين حتى شي واحد يتهمو او يبرئو، هادو ناس كلهم مشتبهين فيهم لارتكاب افعال معينه، باقيين يلاه كندويو على كل واحد والعلاقه ديال، اما بالصفه ديال عبد الرزاق التازي او الصفه ديال حسن التازي او الصفه ديال مولي بن شكرون، راه حسن التازي هو مالك المصحه وعبد الرزاق التازي هو اخو مالك المصحه، ومولي بن شكرون هي زوجة مالك المصحه، هما هاد التسميات اللي كيعطيوهم ما عندناش حنايا في الوثائق اللي عندنا، الوثائق اللي عندنا ديال المستشفى ما عندناش بان راه عبد الرزاق التازي هو المدير الاداري، وما عندناش بان مونيا مشكرون هي المدير المالي، راه كاين المدير المالي فعلي بالاسم ديالو كيتقاضى الاجر ديالو، هو اللي كيتهتم بجميع الامور الاجرائيه الماليه داخل المصحه، وكاين هو مدير اداري اللي كيهتم بجميع الامور اللي كتكون بين المصالح اللي كيناتهم. انا اللي شفت من التصريحات، حيت ملي كتشوف التصريحات ضروري خاصك تقارنها بوسائل الاثبات اللي عندي هنايا اللي تعرض دابا اليوم، هي مكالمات هاتفيه انا ما لقيتش فيها مونيا مشكرون، ما لقيتش فيها عبد الرزاق التازي، ما لقيتش فيها حسن التازي، لقيت فيها واحد السيده ارتكبت واحد المجموعه من الافعال، هي تعتبر موظفه داخل المصحه، منين قال لها القاضي كيفاش انت دير هادشي كاع كامل بحكم زعما شنو بغيتي زعما تكوني انت داخل هذه المصحه هذه، قالت انا كنتلقى تعليمات، منين كتلقاي تعليمات من فلان وعلان، هذا قول يحكمها هي ولكن يعوزه الاثبات، الاثبات ما عنديش، انا اللي كنشوف فيه هو عندي واحد المكالمه هاتفيه ما داخلش فيها تعليمات، داخل فيها بان وحده كدوي معايا كنجاوبها في البلاصه، ما تشاورت مع حد، ما حد سنيش ويعطيني لا ميساج ولا يدوي معايا ولا يقول لي شنو كاين ولا ما كاينش، وما جبتش الاسماء ديالهم، بمعنى اتخذ قراراتي بنفسي. هذه امور سوف تناقش، حيت ماشي اي حاجه تعرض، راه هي ما يؤخذ داخل هذه القاعه. راه ضروري غيولي فيها واحد الاستنتاج، واحد التحليل، واحد حيتيات، ضروري انا غتفرغ وغتشوف الضرر ديال هذيك المكالمه كامله في مدى تنفع كل اخر. تاجلت ل 19/10 ان شاء الله صباحا. شكرا. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.